صموئيل الأول 17 وجمع الفلسطينيين جيوشهم للحرب، فتجمعوا سكوة بتاعت يهوذا ونزلوا بين سكوة وعضيقة فأفى الزميم، وجمع شاول ورجال إسرائيل ونزلوا في وادي البم ونظموا نفسهم صفوف للحرب عشان يقابلوا الفلسطينيين. وكان الفلسطينيين واقفين على جبل من هنا وإسرائيل واقف على جبل من هناك والوادي بينهم، فخرج راجل مبارد من جيوش الفلسطينيين اسمه جليات من جت، طوله 6 دراعات وشبر وعلى راسه خوذة من النحاس ولابس درع مصفح وزنه 5000 شاقل نحاس حوالي 57 كيلو وصندل نحاس على رجليه وحرب نحاس بين كتابه وقصبة الرمح بتاعه زي نول للسجين واسنان الرمح بتاعه 600 شاقل حديد حوالي 7 كيلو واللي بيشيل الترس كان ماشي قدامه، فوقف ونادى صفوف إسرائيل ليه تخرجوا وتنظموا نفسكم صفوف عشان الحرب؟ مش أنا الفلسطيني وانتوا عبيد شاول؟ اختاروا لنفسكم راجل وينزل لي، فلو قدر يحاربني ويقتلني نبقالكم عبيد، ولو قدرت أنا عليه وقتلته تبقوا انتوا لينا عبيد وتخدمونا. وقال الفلسطيني أنا عيرت صفوف إسرائيل النهاردة، ادوني راجل فنتحارب مع بعض. ولما سمع شاول وكل إسرائيل كلام الفلسطيني ده اترعبوا وخافوا جدا. وداود هو ابن الراجل اللي من أفراتا ده من بيت لحم يهوذا اللي اسمه يسا وعنده 8 ولاد، وكان الراجل في أيام شاول عجز وكبر بين الناس، وراح ولاد يسا الثلاثة كبار ومشي ورا شاول للحرب. وأسماء ولاد الثلاثة اللي راحوا للحرب أليآب أول خلفته وأبي نداب تاني واحد وشما تالت واحد، وداود هو الصغير والثلاثة كبار راحوا ورا شاول، وأما داود فكان بيروح ويرجع من عند شاول عشان يرعى غنم أبوه في بيت لحم. وكان الفلسطيني بيطلع قدام ويقف الصبح والمساء 40 يوم. فقال يسا لداود ابنه خد لإخواتك إيفا من الفريق ده، يعني 24 لتر، والعشر ترغيفة دول واجري للمعسكر لإخواتك، والعشر حتة جبنة دول قدمهم لرئيس الألف واسأل على سلامة إخواتك وخب منهم أمارة. وكان شاول وهم وكل رجال إسرائيل في وادي البهم بيحاربوا الفلسطينيين. فطلع داود بدري الصبح وساب الغنم محارس وحمل ومشي زي ما أمره يسا، وجه للخندق والجيش خارج ينظم نفسه صفوف وهتفوا للحرب، ووقف إسرائيل والفلسطينيين صفوف صف قصاد صف، فساب داود الأمتعة اللي معاه في إيد حارس الأمتعة وجري للصف، وجه وسأل على سلامة إخواته. وفين هو بيكلمهم جه راجل مبارز اسمه جليات الفلسطيني من جت طالع من صفوف الفلسطينيين واتكلم بكلام زي ده، فسمع داود وكل رجال إسرائيل لما شافوا الراجل هربوا منه وخافوا جدا. فقال رجال إسرائيل شفت الراجل ده اللي طالع؟ عشان يعير إسرائيل هو طالع، فيبقى إن الراجل اللي يقتله يغنيه المال غنى كتير جدا ويديله بنته ويخلي بيت أبوه حر في إسرائيل. فسأل داود الرجال اللي واقفين معاه ايه اللي يتعمل للراجل اللي يقتل الفلسطيني ده ويشيل العار عن اسرائيل، لان مين هو الفلسطيني اللي مش بالطاهر ده عشان يعير صفوف الله اللي عايش؟ فكلموا الشعب بزي الكلام ده وقالوا كده يتعمل للراجل اللي يقتله. وسمع اخوه الكبير الياب كلامه مع الرجاله، فحمي غضب الياب على داود وقال ليه نزلت وعلى مين سبت الغنمات القليله دي في الصحراء؟ انا عرفت التكبر بتاعك وشر قلبك لانك نزلت عشان تشوف الحرب. فقال داود عملت ايه دلوقتي؟ مش هو كلام؟ وتحول من عنده ناحية واحد تاني وتكلم بزي الكلام ده، فجاوب عليه الشعب جواب زي الجواب الاولاني، وتسمع الكلام اللي اتكلم بيه داود وبلغه بيه قدام شاول فجابه. فقال داود لشاول ما يقعش قلب حد بسببه، عبدك يروح ويحارب الفلسطيني ده. فقال شاول لداود ما تقدرش تروح للفلسطيني ده عشان تحاربه لانك صبي وهو راجل حرب من هو صغير. فقال داود لشاول كان عبدك بيرعى لأبوه غنم، فجي أسد مع دب وأخذ غنماي من قطيع، فخرجت وراه وقتلته وأنقذتها من بقه، ولما قام علي مسكته من دقنه وضربته فقتلته. قتل عبدك الأسد والدب مع بعض، والفلسطيني اللي مش متطهر ده يبقى زي واحد منهم لأنه عير صفوف الله اللي عايش. وقال داود الرب اللي أنقذني من إيد الأسد ومن إيد الدب هو ينقذني من إيد الفلسطيني ده. فقال شاول لداود روح ويبقى الرب معاك. ولبس شاول داود هدومه وخلى خوذة من نحاس على راسه ولبسه درع،
فحط داود سيفه فوق هدومه ونوى انه يمشي لانه ما كانش جرب. فقال داود لشاول: ما اقدرش امشي بده لاني ما جربتهوش. وشال داود عنه واخذ عصايته في ايده واختار له 5 حجرات ناعمه من الوادي وخلاها في كيس ادوات الصيد بتاع الرعاه بتاعه، يعني في الجراب، والمقلاع بتاعه في ايده، وطلع قدام ناحيه الفلسطيني. وقرب الفلسطيني لداود واللي شايل الترس قدامه، ولما بص الفلسطيني وشاف داود استحقره لانه كان صبي واشقر شكله حلو. فقال لداود: اكونش انا كلب عشان تجيلي بعصايا؟ ولعن داود بالالهه بتاعته. وقال الفلسطيني لداود: تعالى لي فادي لحمك لطيور السماء ووحوش الصحراء. فقال داود للفلسطيني: انت بتجيلي بسيف ورمح وترس، وانا بجيلك باسم رب الجيوش، اله صفوف اسرائيل اللي عيرتهم. النهارده يحبسك الرب في ايدي فاقتلك واقطع راسك. وادي جثث جيش الفلسطينيين اليوم ده لطيور السماء وحيوانات الارض، فتعرف كل الارض انه موجود اله في اسرائيل، وتعرف الجماعه دي كلها انه مش بسيف ولا رمح بينقذ الرب، لان الحرب للرب وهو يزقكم في ايدنا. وحصل لما قام الفلسطيني وراح وطلع قدام عشان يقابل داود ان داود شاهل، وجري ناحيه الصف عشان يقابل الفلسطيني، ومد داود ايده لكيس ادوات الصيد واخذ منه حجر ورماه بالمقلاع وضرب الفلسطيني في قرطه، فاتغرز الحجر في قرطه ووقع على وشه للارض. فتمكن داود من الفلسطيني بالمقلاع والحجر وضرب الفلسطيني وقتله، وما كانش فيه سيف في ايد داود. فجري داود وقف على الفلسطيني واخد سيفه وسحبه من الجريب بتاعه وقتله وقطع بيه راسه. فلما شاف الفلسطينيين ان الجبار بتاعهم مات هربوا، فقام رجالة اسرائيل ويهوذا وهتفوا ولحقوا الفلسطينيين لحد ما انت جاي كده للوادي ولحد ابواب عقرون. فوقع اللي ماتوا من الفلسطينيين في طريق شعرائيم لحد جت ولحد عقرون. بعدين رجع ولاد اسرائيل من مطاردة الفلسطينيين ونهبوا المعسكر بتاعهم. واخد داود راس الفلسطيني وجه بيها لأورشليم وحط الادوات بتاعته في الخيمة بتاعته. ولما شاف شاول داود خارج عشان يقابل الفلسطيني، قال لأبنير رئيس الجيش: ابني مين الصبي ده يا أبنير؟ فقال أبنير: وحياتك يا ملك معرفش. فقال الملك: اسأل ابني مين الصبي ده. ولما رجع داود من قتل الفلسطيني اخدوا أبنير وجابوا قدام شاول وراس الفلسطيني في ايده. فقال له شاول: ابني مين انت يا صبي؟ فقال داود: ابن عبدك يسى اللي من بيت لحم.